دمرت أياما من هطول الأمطار الغزيرة مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنغلاديش، وهدمت مساكن ودفعت الآلاف من الناس للعيش في ملاجئ جماعية أو مع أفراد من عائلاتهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في غضون 24 ساعة هطلت أمطار غزيرة على المخيمات في منطقة كوكاس بازار التي تستضيف أكثر من 800 ألف من اللاجئين الروهينجا. وأضافت المفوضية أنها حزينة لمقتل 6 أشخاص في المخيمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، 5 منهم في انهيار أرضي تسببت به الأمطار وطفل جرفته مياه الفيضانات. وتحدثت تقارير أولية عن أكثر من 12 ألف لاجئ تضرروا من الأمطار الغزيرة، بينما تضرر أو دمر ما يقدر بنحو 2500 مأوى، وأن أكثر من 5000 لاجئ تم نقلهم مؤقتا إلى ملاجئ أخرى أو مرافق مجتمعية. لكنه يبقى لك